السلام عليكم الزلف اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اسكا اخبار تي في، وكذلك جي اسكا اخبار التي دائما ما تاتيكم بالحصري والجديد وكل ما هو جديد طبعا على اخبار شبيبه القبائل. يعني حصريا كما راكم تشوفوا اليوم تم تعيين حكيم مدان يعني كمديرا رياضيا لشبيبه القبائل، يعني والكل يعني فرحان وفرحه عارمه صراحه لانصار شبيبه القبائل الذين يعني كانوا ان يتم العقد الرسمي عن قريب، والحمد لله اليوم تم وبنعمة الله أنه تعاقد مع الشبيبة، وهذه حاجة مليحة إن شاء الله، ولأنه صراحة فرح كل الأنصار، يعني والله كل أنصار شبيبة القبائل فرحين بحكيم مدان لأنه رجل تاع ميدان ورجل يعني يستطيع إعادة شبيبة القبائل إلى هيئتها الأولى، يعني إن شاء الله لما لا يعني يكون الموسم القادم فيه لاعبين كبار وفيه كما احنا نقولوا إدارة قوية وفيه أمورات بزاف اللي رايحين يعودوا يسترجعوا كما احنا نقولوا القوة تاع الشبيبة، ونتمنوا إن شاء الله كاين الخير، ونتمنوا كذلك منكم أنتم كأنصارها أنكم تخليوا لنا الآراء تاعكم في التعليقات، ما رأيكم في التعيين الرسمي اليوم الذي تم لحكيم مدان، وهل يعني يقدم إضافة لشبيبة القبائل، والكل على بالنا يعني بالمكانة تاعو، ورجل كما احنا نقولوا ذو خبرة كبيرة، عنده خبرة كبيرة بزاف يعني في الميدان، ونتمنوا لها إن شاء الله كل التوفيق يا ربي، وهذا مكان.